السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم راح نحكي لكم une histoire، حكاية la colombe et la fourmi، اليمامة والنملة. هذه قصة للزيتونة للإعلام والنشر، les éditions Info Z. إذن أقرأ وأشرح ومنتظر. نبدأ على بركة الله. Par un jour d'été très chaud, بيوم حار أو شديد الحرارة, une fourmi assoiffée, إذا كانت هناك نملة عطشانة, voulant se désaltérer dans un ruisseau, أرادت أن تشرب من الماء. Glissa, on se pencha et tomba dans l'eau. إذا زلقت وسقطت في الماء. La fourmi s'efforça, mais en vain de regagner la rive. إذن ماذا أرادت أن تفعل النملة عفوا؟ إذن كانت تجاهد s'efforça, تجاهد تكافح للعودة إلى الشاطئ، لكن بدون جدوى. A bout de souffle, إذن هنا في لحظة الألي سنوي كادت، في آخر لحظة كادت أن تغرق. سنوي يعني تغرق. Une colombe qui buvait à proximité vit la scène. إذن كانت هناك يمامة رأت هذه الحادثة. هذه كانت يمامة تشرب من نفس النهر، رأت تلك الحادثة. Prise de pitié, إذن شفقة، elle jeta un brin d'herbe dans l'eau. إذن رمت ورقة في الماء. La fourmi s'y accrocha et là-dessus elle se sauva. إذن النملة هنا تمسكت بالورقة ونجت. Elle remercia la colombe et s'en alla. إذن شكرت اليمامة وذهبت أو رحلت. Un jour qu'elle ramassait les grains, إذن في أحد الأيام كانت أو وهي تجمع الحب، près du ruisseau، بجانب النهر، elle vit la bonne colombe qui l'avait sauvée, perchée sur une branche. إذن رأت اليمامة التي أنقذتها على جذع شجرة. À ce moment même apparut entre les arbres un chasseur. إذن في هذه اللحظة بالذات ظهر صياد بين أشجار الغابة. Qui aperçut l'oiseau bandit, son arc y vise. إذن رأى أو لمح الطير على جذع شجرة، لمح الطير على جذع شجرة، فصوب قوسه نحوها. La fourmi voyant la colombe en danger، إذن هنا النملة لمحت هذه اليمامة في خطر. إذن la fourmi voyait la colombe en danger, courut vers le pied du chasseur et le piqua. إذن أسرعت إلى رجل الصياد ولدغته. Pris de douleur atroce, celui-ci lâcha l'arc et la flèche et se mit à crier. إذن النملة التي لدغت الصياد طبعا، فأحس هو بوجع مؤلم في رجله وترك القوس والسهم وأخذ يصرخ من شدة الألم. La colombe l'ai entendu hurler. إذن اليمامة هنا سمعت صراخ
Assayad. La colombe, entendu hurler, prit son vol et disparut. Iden tarat wa ikhtafat. Hadi la morale fi l'akhir wach tqoul, il est de notre devoir d'aider celui qui en a besoin. Iden min wajibina an nusa'id aw musa'adat alladhi yahtajuha. أو أولئك الذين يحتاجون إليها يحتاجون المساعدة. هكذا أنهيت هذه القصة. إلى قصة أخرى إن شاء الله. أقول لكم سلام.